عتل بعد ذلك زنيم. الزنيم هو ابن الزنا، هذا أبو خالد بن الوليد، والكثير من الصحابة هكذا جاءوا من الزنا. هذا أبو خالد بن الوليد، إنه الوليد ابن المغيرة، وخالد هو خالد ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي. عتل بعد ذلك زنيم. القرآن يقول لرسول الله: علم الناس هذا فإنك لعلى خلق عظيم. فحينما أحدثكم عن الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي وفي شهر رمضان، فإنني أتبع هذا المنهج، هذا منهج القرآن ومنهج رسول الله، إنه منهج الخلق العظيم. ما كان من حديث عن الشذوذ الجنسي في الوسط المرجعي الشيعي وفي الوسط الحوزوي وفي المذهب الطوسي القذر النجس، وما ذكرته من أوصاف تجدونها قبيحة جدا وهي دون قباحة مراجع المذهب الطوسي، إنها قليلة جدا وجدا بحقهم. هم أقبح من كل هذا الذي ذكرته بخصوصهم. إنني أتبع منهج الخلق العظيم الذي تحدثت عنه سورة القلم. هذا هو منهج الله، أدبني ربي فأحسن تأديبي وعلي أديبي، وأنا أحاول أن أتأدب بأدب الله وأدب رسوله وأدب علي. أنتم لا تفقهون هذا، إيه طبكم طب. هذا هو فقه العترة الطاهرة، وهذا منهج الله، وهو منهج محمد وآل محمد. اللي عجبه يعجبه، واللي ما يعجبه لا يعجبه، فأنا لا أعبأ بالمجموعتين، نظري إلى إمام زماني فقط. وأقول مثل ما أقولها في أول الحلقات: إمام زماني كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر، يا قائم آل محمد.